ما حبيبكس يصبر حكومتنا وقصة وحكاية مع الزمان وتاريخ في حكومتنا حومة الحجاجين. ما عندنا خويا فؤاد فنودا عدينا احنا توا الاربعين من تالي. اليوم عندنا خونا صالح اليوم. مرحبا بيك. فهم فهم شو لاهو خويا تحياتي. تحياتي خويا صح بعد تمام خويا. معلم منور خويا. بابا هاي تصور بابا. هاي المعلم كي زاد حجم ولا حجم؟ ان شاء الله حجم حجم العرس اخويا وحجم النجاح ان شاء الله في الباك ان شاء الله. صالح الغالي. اي السلام عليكم. نشوفوا خونا صالح نعملوا عليه زياده مش لاهو. ها؟ الحجام الزمان. من حجام الفنون والفنون. اهلا صالح السلام عليكم. تحياتي انا فلان جيت كان نوفل خشب اخونا صالح 55 سنه ولا 60 سنه وني حاج عند خويا صالح 55 ولا 60 سنه ما نعرف حتى حجام صالح حقاش عندك ثاني عمري ديجا 60 سنه اي عندي تقريبا 45 سنه وني ما نعرف حتى حجام كاخويا صالح صالح هو اول بدا في الناس الحكم غادي كايا ما مرحوب شكون سي حمادي هو ما غادي كي حوت لهنا مشيت قاوت باريس قاوت باريس يعطيك الصحه ما بدي كاش خدمت في صالون تاع يعطيك الصحة إوا غزل اللي تريفت له إي وما بدك يجي تحلي شبيه أنا فهم علي منو قاش عندك تو في الحلاقة بصفة عامة بصفة عامة 43 سنة 43 سنة وفي الحموت هذايا قاش عندك؟ عندي 37 سنة ما شاء الله ما شاء الله يا الله خير 37 سنة ولا أكثر من 37 سنة خلينا نطلع المحل خونا صالح مش مرحبا بك 37 سنة في المحل هذايا 37 ومش هذا الكلام نتاعك اللي قايل عمل الحشليف القصد اللي واه الحشليف واه تا خلينا نتعدى شوف قدام طريق لا انا صغير نتعدى من هنا نمشي نقرا سكول تركيا فهمتني له لك هيك انا صغير نتعدى من هنا نمشي الحمد لله وبدا قاعد لهنا يمشي له بصحته ومشي له الله يرحمه الله يرحمه نعم سي محمد حشليف سي محمد حشليف اخويا تو قلت لي عندك 35 سنه تحجم عند صالح 40 سنه والحاج عند خويا صالح شو اللي عجبك في الحجامة عند خونا صالح؟ ما غير ما نكلمه واحد يفهم الحجامة ويفهم شو اللي واحد هو كي يدخل يخدر هيك يعرفني وما غير ما نكلمه والله يعطيك الصحة توا فؤاد فؤاد عنده 40 سنة حلاقة وأنت توا قلت لي 43 سنة يعني أقدم من فؤاد بطريف سي سار أسيدي خدمنا مع النساء أيوا خدمنا مع الرجال أيوا خدمنا والله حتى السويديين خدموا معي هكا السويديين إيه في الأوكلايد في باب حرب في هجم قاعد بريز غادي كيعطيك الصحة وتعرف اسمع نعملوا بالخيط نعملوا حتى الانسان حاجة نخدموا له بالخيط هو جبهم نعملوا خواجه بالنسان والوجه متاع النسان بصفة عامة صبغة متاع النسان حسيلو متنوع يعني اللي ماشي قصة جدا للنسان يعطيك الصحة يا صالح يعطيك الصحة وكلاء معلم كل شيء الحمد لله أعطيني كلمة ختام لكل أنت بتاعك وحرفائك وأصحابك وشلاء القدم وجدد و يا الحمد لله أغزلهم عاد أغزلهم لباس ها؟ الحمد لله لباس وريني عادلي مرحبا بيك عادلي وبياني مرحبا بيك كليونات يجيو من هنا من كل بلاصة يجيو بحذاء يعني ولد الدار حتى المرة تعرف والعائلة كم يعرف حتى من تونس العاصمة يجيو بحذاء عندي كليونات من تونس يجيو خصيصا باش يحجوا الحمد لله الحمد لله رب العالمين يعطيك الصحة وصحة الأبدان وخويا ربي يعاونك شلاء تو شكون أقدم حلاق في بلاد العربية تو موجود؟ هنا تو في بلاد العربية فما مراد فما قبل شكون قبل مراد مازال فما واحد آخر فما بو يعطيك الصحة يا ولد فما العربية أقدم واحد وسي العربية يعطيك الصحة ومن بعد مراد من بعد تجي أنت مراد تو شكون نزوروه إن شاء الله خونا مراد إن شاء الله بعد مراد سيدي يعطيك الصحة صحة الأبدان وصحة بعد تمام إن شاء الله حجمت الحج وإن شاء الله يعيش إن شاء الله إن شاء الله عند ربي مش بعيد إن شاء الله يا ربي عاش خويا أي سيدي إحنا باغيين مزية إحنا أنا كل مرة نعطيوك مهنة وقصة وحكاية خلط خونا صالح كالعادة نلقاو في نهج السفرة نهج الحجامة يتسمى هذايا بعد نلقاو خونا مراد إبراهيم إن شاء الله تو نجيو نزوروه سي مراد تحياتي سي مراد ها تو إن شاء الله تو لمصالح وإن شاء الله المرة الجاية معك أنت إن شاء الله ها ان شاء الله هيا السلام عليكم الناس الكل كي ومرحبا بكم صالح عاش خويا تحياتي ربي يوفقك خويا صالح عاش خويا ان شاء الله الحلقه الجايه مع سي مراد ابراهيم الاكبر العجمي ان شاء الله ان شاء الله هيا يعطيكم صحه الابدان.